طيب بسم الله توكلنا على الله. النهارده ايبيسود جديد مع مدام سلام قطمه، هي لايف كوتش وبروجكت ادمنستريتور لشركه كونستراكشن، وفي نفس الوقت بتكتب مقالات وبتقدم محتوى جميل على التيك توك برضو، ولايف كوتش. فالنهارده بنتعرف على مدام سلام. اولا بتشرف بحضرتك مدام سلام، شكرا جدا على ان انت حاضره معايا في البودكاست النهارده، وياريت لو تعرفينا مين مدام سلام كده باختصار. أشكرك كثير أستاذ أحمد، والشيء اللي أنت عم تعمله بهذا المجال كثير شيء جميل، وبتمنى لو تقدر إنك أنا بشجعك إنك أنت تستمر فيه، وبتمنى إنه هاي البودكاست توصل لأكبر عدد ممكن من جاليتنا، لأنه رح يتعلموا كثير. أنا بشجع أبناء الجالية العربية على إنه هن يكونوا جزء من نسيج كندا، من النسيج الكندي، وحتى يكونوا جزء من النسيج الكندي لازم انه هن يدخلوا مجال العمل هون. اول شيء انا جيت لكندا هون ب 2008. انا جيت من قطر، وانا عشت اغلب حياتي بالخليج. على فكرة انا ما كثير عشت بسوريا، اغلب حياتي برا سوريا. فانا جيت على كندا ب 2008، عشت بقطر حوالي 30 سنة. واو ما شاء الله. جيت على كندا هون ب 2008. انا عكس الناس كثير، في ناس هون اجت وجابت اولادها وحطوهم بالمدارس والجامعات، انا لا، اولادي هن اللي جابوني، لانه هن اولادي هن اللي قرروا ينتقلوا للدراسه بكندا. وبسبب هذا الموضوع ضليت عم حاول اني انا تابع بين قطر وكندا إلى أن خلصوا أولادي كلهم واستقروا كلهم هون، فصرت أنا معهم موجودة. أول ما جيت على كندا جيت مثل أي قادم جديد، ولكن أنا بدي أقوله ويمكن الناس تنزعج من هذا الكلام، القادمين الجدد هلأ بالنيو كومرز لكندا بصراحة هن المدلعين، لانه عندهم عن جد ما تزعلوا مني، بس في هلا سيستم مساعده موجود، سيستم معلومات كم هائل، ناس كوميونتي ما كانت موجوده من زمان. مظبوط. وانا عم بحكي ب 2008، فتخيل الناس اللي اجوا بالتسعينات لسه او ما قبل التسعينات. فانا اول ما جيت على مدينه كينغستون اللي هي قريبه على اوتاوا، ايوه وعلى القريب على العاصمة، لأنه أولادي كانوا عم يدرسوا هناك. فجيت على كينغستون، أنا ما بعرف إذا هلأ كينغستون فيها جالية عربية أو لا، بس هي مدينة صغيرة ومدينة مهمة يعني، ولكن بهذاك الوقت ما كان فيها بعتقد جالية عربية. فأنا كل حدا بيجي على كندا هون بصير عنده الكالتشر شوك اللي بتصيبنا كلياتنا وبتهزنا بهزة عنيفة، وبناخد وقت لنفتح عيوننا ونقول لحالنا وين نحن وشو عم نعمل بهالبلد. أنا صابتني الكالتشر شوك وأنا بكينغستون، لأنه تعذبت حتى لأعمل جروسري شوبينج، ما كنت أعرف حتى أشتري أغراض البيت لأنه بكل شيء كان مختلف. أخذت معي وقت لبدأت إني أنا أتأقلم. ناو بهذاك الوقت ما كان في كتير بعتقد بالسوشيال ميديا يعني ما بعرف، بس أنا هلأ عم لاحظ بأنه في مجالات كتير للمساعدة، وهلأ أي حدا بيحط على الجروبات اللي موجودة على السوشيال ميديا وبيقول يا جماعة أنا بدي أخذ شهادة سواقة، من وين روح أدرس ولا شو أعمل، فبيقولوا له وبيبعتوا له ارقام تليفونات وعناوين. بهذاك الوقت ما كان في هيك شيء، فكان الواحد بده يشق طريقه بنفسه. قعدت بكينغستون فتره، وبعدها انتقلت الى مسيساغا، ومن هنيك كان في جاليه عربيه، بس انا ما كنت بعرف حدا ولا لي معارف او اصدقاء. الحقيقه انه انا ما استفدت حتى من اي دعم بتقدمه الدوله، مثل الكوميونتي سنترز، مثل اي دعم بتساعد الدوله للنيو كومرز، لانه ما كنت بعرف، ما بعرف وين روح، ما بعرف. فانا يعني هلا لو بيرجع في الزمان يمكن تكون طريقي اسهل، لاني راح اعرف شو اعمل.
اول طبعا التشالنجز تبعتي، وهي مثل كل الناس، وهي شهادة السواقة اللي هي كثير بتختلف. اللي كانوا يسوقوا، الناس اللي كانت بتسوق قبل ما تجي لهون على كندا، كثير رح تتعذب انها تاخذ شهادة السواقة من الناس اللي ما بتعرف تسوق وبتبدأ هون بكندا، لأنه بتبدأ على بياض، يعني على من أولها بيتبرمجوا على انهم يسوقوا على 50. اما نحن 50 بدولنا العربيه شيء ضحك، يعني كمان، يعني شو 50؟ يعني نحن اذا بدنا نتضايق من حدا بنقول ماشي على 80 والشارع فيه، يعني هي 80 هي اللي نبدا فيها، ايوه صح. دعسة البنزين تبعنا من نط على 80. فكوني انا جايه من دول، من بلد عربي، سقت بالخليج وسقت بسوريا وسقت ببيروت بالجبال، فصرت مثل سواقين الميكرو. يعني انا يا ما سقت وعم بعمل مكياجي وانا عم سوق، يعني بهديك الايامات، هذاك الوقت ما كان في ضغط شرطة، ما بعرف هلا كيف صار، بس هلا يعني بسمع انه الشرطة عم بتراقب كتير الشوارع. مظبوط. فلما جيت لهون وبدي سوق على ال50 واطلع على اليمين وعلى اليسار وعلى المرايا وعلى، كتير تعذبت. فحقيقة ما نجحت إلا بصعوبة، 3 مرات عدتها، يعني صار معي إحساس إنه أنا عم أقدم الثانوية العامة، أنا حياتي ومستقبلي متوقف على الورقة هاي. فهي واحدة من الأشياء اللي كتير عذبتني، مع إنه هلأ لما بتطلع لورا بقول لحالي هذا كان الهم، إنه شهادة السواقة أو الدرايفنج لايسنس. بس خلال هذا الوقت انا ما وقفت عم بنتظر الدرايفنج لايسنس، انا فكرت انه انا شو بدي اعمل. فاول شيء فكرت فيه اني انا ادرس واخذ كنديان دبلومه. انا الانجليش تبعي كان منيح، فانا ما احتجت اني انا ادخل كورس انجليش، بس انا قلت لحالي على القليل خليني شوف الدبلومه. هلا شو بدي ادرس؟ هذا هو السؤال. الخطأ اللي أنا ارتكبته واللي غيري لا زال عم يرتكبه هو إنه هن بيفكروا شو يدرسوا أو شو هن بيحبوا وبعدين بيفكروا شو بدنا نشتغل. بينما أنا برأيي الموضوع هو العكس تماماً. 100% الواحد بده يفكر شو أنا بدي أشتغل أو شو السوق بيتطلب. يعني أنا قدرتي شو بقدر أشتغل وشو السوق بيسمح لي أشتغل، وبعدها شو الريكويرمنت، شو الشهادات المطلوبة ومن وين أبدأ. هون أفضل هيك بيكون الواحد عمل خطة. بس مليون في أنا ما عرفت شو بدي أدرس، فأنا قلت لحالي بدرس الشيء اللي أنا كنت أيام الجامعة منيحة فيها، لأني أنا درست بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق، فأنا كنت أحب المحاسبة، قلت خلاص خليني أدرس محاسبة لأنه أنا كنت أحب الأرقام. ولكن المحاسبة ببلادنا العربية أبسط بكتير من المحاسبة هون، لأنه هون المحاسبة بتخضع لنظام ضرائبي شديد ودقيق وحساس ومتغير، والموضوع كتير أصعب. فأنا دخلت بكورس اسمه Accounting and Payroll اللي هو جدولة الرواتب. أنا بقطر كان عندي my own business وكان عندي موظفين وكنت اعطيهم رواتبهم. فانا لما اجيت بدي ادخل هون قالوا لي جدولة الرواتب او بيرول. بيني وبين حالي قلت لحالي شو هي البيرول؟ هي البيرول ما بدها كورس، يعني انا الواحد بيقبض بيظبط وبيدفع للرواتب للموظفين. ولكن كمان نظام البيرول كتير نظام دقيق ومعقد بهالبلد، كتير كتير ومتغير كمان، وبيطلع وبينزل حسب حسب كثير عوامل كثير بتأثر فيه. الحين اني انا درسته وكان مطلوب مني اني انا اقدم امتحانات نسبة النجاح فيها بين 70 وبين 80%، يعني مو 50، 75 80 هذا حتى انجح. وهي الامتحانات كانت امتحانات تابعة للدولة، يعني شهادات ولايسنس وهيك شيء. ما تسألني أنا كيف نجحت، أنا ما بعرف كيف نجحت والله. الدراسة كانت صعبة جدا جدا،
بس خلص دخلت بهالمجال بدي كمله، دخلت فيه ودفعت وخلص بدي كمل، فأنا مضطرة إني أنا أكمل، مضطرة إني أنا أوصل للأخير، ما في مجال. وطبعا أنا صحيح بعرف إنجليزي، ولكن لما بنجي نحن للأكاديميك إنجلش غير السبوكن إنجلش، طبعا فأنا بقدر أحكي مع السوبر ماركت أقول لهم أنا بدي أجيب، أنا بدي أشتري، أنا بدي أعمل، بس أنا لما بروح بقى على قدامي امتحانات وقدامي اكاديميك، هون الوضع كثير مختلف. لما تخرجت من اخذت الدبلومه وتخرجت وصار هلا الان الاوان اني انا اشتغل، هون هي الصعوبه، انا كيف بدي الاقي شغل؟ اولا انا بدي اتدرب، لازم اكون متدربه. حتى اتدرب انا بدي اروح على مكاتب محاسبه واقول لهم دربوني عندكم. أنا بالأول كنت معتقدة مثلي مثل كل زملائي إنه التدريب أمر كتير كتير بسيط، يعني عادي كتير بنروح بندق الباب وبنفوت بنتدرب وعادي، ولكن أنا لفت نظري المكاتب ما بتقبل متدربين، لأنه هي معلومات كتير confidential، معلومات خاصة بعملائهم، أرقام، ما بيكونوا واثقين من المتدربين اللي هن جايين لعندهم، بيخافوا انهم يسربوا معلومات برا المكتب، بيخافوا انه هن يغلطوا لهم شي غلطه بالسيستم، يقدموا لهم سبميت سم دوكيومنت، سبميت انفورميشن، يغيروا كل سمعه المكتب. ولذلك كثير كان في مشكله بانه ما بسهوله حدا كان يقبل المتدربين. قدرت اني انا اتدرب عند مكتب، وبعدها اشتغلت ب accounting to controller، سوري assistant to controller، والassistant to controller يعني كان في كتير كتير شغل accounting and payroll. هون بقى اكتشفت انه انا ما راح اقدر اكمل بهذا المجال، لانه جدا معقد، بده حدا يكون عنده خبرة، لأنه الأرقام والستريس كتير، أنا وقعت تحت ستريس كتير كتير قوي، وأنا جديدة بالبلد، عندي اوريدي الستريس تبعي كيف أتأقلم مع البلد، فما قدرت. فقلت لحالي لا، خليني أنا أغير من هذا المجال. أنا بعتبر إنه لما الإنسان بيغير اتجاهه بحياته، هاي نقطة إيجابية، لانه في كثير لحنا بثقافتنا العربيه تعلمنا بانه الواحد لما بده يبدا بده يكمل للاخير، وما بصير تغير رايك وانت راجل وعيب وهي، ولكن التغيير هي دليل على المرونه، مظبوط لانه الحياه متغيره فلازم نتغير معها، ما بصير انه نحن نضل مكملين زي القطر هيك يعني. فهون لقيت عمل عند مكتب فريت فوروردر، واللي هن المكاتب بتشحن بضائع من وإلى كندا، فمن كندا بتشحن كونتينرات عبر البحر وسيارات، وإلى كندا بتستقبل وبتعمل تخليص جمركي وإلى ما هنالك. هلا هذا مجال جديد كثير كثير علي، بس أنا بدي اتعلم بدي اتعلم، انا دخلت بالماركت بالجوب ماركت بدي اتعلم يعني. نعم. وهون انا بعتبر انه هون كانت اكثر يعني اكثر خطوه تعلمت فيها كيف الكاستمر سيرفيس، وتعلمت فيها الاحترافيه بكتابه الايميلات، وهذا موضوع جدا مهم، الاحترافية بالتعامل مع الشركات الكبرى، الاحترافية بالتعامل مع بكل شيء. خلاص أنا دخلت بمجال عمل احترافي، هون أنا بدي أتعلم. هيك صار معي يعني، أنا لما دخلت بهذا المجال كان صار لي سنة بالبلد، درست أو اشتغلت عفواً من 2014 ل 2015 بهي الشركة، وخلالها قررت انه انا اقتحم او ادخل او خوض تجربه اني انا ادرس مجال الهجره، قانون الهجره. فانا عم بشتغل، درست، دخلت دبلومه، عملت على كوليدج، فانا كنت اشتغل from 9 to 5
9 الصبح لخمسة بعد الظهر، خمسة بعد الظهر اخذ سيارتي واطلع مباشره على على الكورس تبعي او الكوليدج او المعهد، ويبدا الكورس كان من 5 ل 9، يعني انا من 9 ل 5 ومن 5 ل 9 اوكي ادرس وخلص وارجع على بيتي، يكون معي حوالي ساعه ارتاح فيهم شوي وجهز العشاء وجهز الكذا كذا. وانا ما كان عندي اطفال صغار وهذا اللي ساعدني، انا كانوا اولادي دخلوا بداوا يدخلوا جامعات، فانا ما عندي اطفال صغار، ولكن عندي تركيز على الحاله النفسيه والتحديات اللي عم بتواجه ابنائي بالثقافه الجديده، لانه هن كمان عندهم تحدياتهم وهن كمان عندهم ضغوطات وستريس وكيف بدهم يشقوا طريقهم بهالبلد. فكان هي هو التحدي عندي، انا كيف ادعمهم، ادعمهم نفسيا ومعنويا، وكيف كون موجوده لهم انا بالبيت، امن كل ما يمكن من متطلبات البيت حتى يقدروا انهم يشعروا انه في بيت لهم هون مفتوح، ونحن عائله وموجودين كلياتنا مع بعض وبندعم بعض. وكنت دائما اقول لهم انه شو ما صار ما ينشغل بالكم، على القليل عندكم بيت موجود مفتوح وسرير دافئ باي وقت، غير هيك خوضوا الحياه انتم لسه بعمر الشباب. ربنا يخليهم. درست immigration law، قانون الهجرة، وهو قانون الهجرة واللجوء. من خلال دراستي درست تاريخ القانون أو كيف بدأت كندا، من ودرست شيء كيف نظرة الأوفيسر أو ضابط الهجرة أو موظف الهجرة للملفات اللي بتوقع تحت إيده. درست عن القانون، عن العدالة، عن فكرة كندا بهالمجال. وهلأ صار قدامي تحدي جديد إني أنا لازم أتعلم صار عندي خبرة، تخرجت أوكي ولبست البرنيطة وتصورت أوكي وضحكت، أولادي كانوا جنبي. ناو وات، هلا بقى بدي ادخل مجال العمل. اللي عملته مثل ما عملت بمجال المحاسبه، واستمتعت الحقيقه انا بدراستي يعني للمواد القانونيه اللي انا درستها. فهلا عملت مثل ما عملت بمجال المحاسبه، فتحت الانترنت وطلعت كل المكاتب، مكاتب الهجره الموجوده حواليي، عندي ميسيساغا وبتورونتو وكل المناطق وين انا بقدر. عملت الرزمة تبعي، زبطتها طبعتها وحطيتها بملف ونزلت على مكتب 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 بنفسي، ادخل على المكتب واعطيهم الرزمة وقول لهم انا حابة اتدرب عندكم. هلا في مجال المكاتب القانونية او المحاماة متدربين أمر كتير مطروق، it's familiar، فالموضوع أني أنا ألاقي مكتب أتدرب فيه أسهل بكتير من أني ألاقي مكتب محاسبي أتدرب فيه. فالمهم أني أنا دورت وقدرت، أني كنت محظوظة أني أنا أتدرب عند مكتب يعتبر واحد من أهم المكاتب بكندا، يعني من أقوى المكاتب، وهي كوربوريشن كبير، وهو هذا مكتب بنص الداون تاون بتورونتو وعنده عدد من المحاميين بجميع اللغات. فأنا هون تدربت الاحترافية مزبوط، وأنا بعتبر حالي كتير محظوظة لأنه هون أنا دخلت بقى بمجال تاني، دخلت بالليجل رايتينج، كيف بدنا نكتب مذكرة قانونية، كيف بدنا نتناقش او ارجيو مع الاوفيسر، كيف بدنا نقنع الاوفيسر بانه هو غلط ونحن صح بشكل كثير محترم، لانه نحن عم نحكي مع هيئه من هيئات الدوله فما بدنا نتخطى الحدود. انا كثير يعني انا مبسوطه انه انا تعلمت بهذاك الوقت بهذا المجال الاحترافي، لانه المكتب اللي انا اشتغلت فيه، ورغم انه بعض المكاتب الهجره قد تطلع عن الخط شوي أو
يعني معروفة عن هذا عمل الهجرة أو مجال الهجرة، أنه في نوع من التحايل، ولكن في مكاتب أخرى ملتزمة كثير بالقوانين واحترافية جدا. أنا دربت بمكتب من هي المكاتب اللي أنا تعلمت فيها الالتزام بالقانون، وكان على طاولة كل واحد منا نسخة من الدستور ونسخة من قانون الهجرة، وأي شيء بدنا نفتح ونرجع وندور على النص اللي موجود بالقانون حتى نقدر إنه نحن ندعم فكرتنا بنص قانوني. تعلمت كثير بهذا المكتب، هلا صار خلص وقت تدريبي، انطلقت واشتغلت من مكتب آخر. ثم يعني بعد حوالي سنتين من العمل أو يمكن أكثر، والله ما بتذكر، بتصدق سنين راحت، قررت أفتح مكتبي الخاص. أنا خلال هذا المجال أنا ما كنت، يعني أنا كان عندي الخبرة، ولكنه أنا لسه ماني مقتنعة 100% أنا لست من أنصار العمل الخاص بكندا، مع أنه أنا بعرف أنه كتير كتير نحن العرب بشكل عام بنحب أنه يكون عنا أعمال صغيرة، وكل واحد منا له عمله، لأنه حسب الكالتشر تبعتنا موظف يعتبر يعني شخص تافه مانه قد المقام. فأنا ما كتير كنت يعني مرتاحة لموضوع أني أفتح عملي الخاص هون بكندا، لأنه شعرت بأنه العمل هون بكندا لما بيكون الواحد عنده عمله الخاص في تحديات كتير كبيرة، مانه يعني يمكن ببلادنا العربية أسهل إنه الواحد يستأجر محل ويقعد فيه ويجيب بضاعة أو خدمات أو شيء. هون الموضوع جدا جدا معقد، وبده كتير وفي منافسة وبيتطلب كتير تعب وجهد. فتحت عملي الخاص، مكتبي الخاص، بمشاركة زميل إلي، تشاركت أنا وياه، كان عندي زميل يعني شريكي في العمل. وانتهى فيه الموضوع انه انا كنت بالويكند اشتغل، باي ساعه بيجيني تليفون بدي رد على التليفون. انا لما العميل ممكن يطلبني او العميل يطلب مساعده او يطلع او يطلب اني يحكي معي، انا لازم اكون موجوده، ما بقدر اقول له يتصل وما رد على التليفون، يبعث لي مسجات وما رد، على الاقل بالفتره الاولى. ف تعبت كثير، وبنفس الوقت ما توفقت أنا وشريكي في العمل، اختلفنا كتير ودخلنا بمشاكل كتير. فوجدت إنه من الأفضل إلي إني أنا نترك هذا البزنس وأبحث أنا عن عمل أنا بكوربريت، بكنديان كوربريت. أنا بحب إني أنا أشتغل بشركات كندية، بحس أنا هون الشركات الكندية رغم انه الدخول إلى او اختراقه صعب، ولكن مجرد ما الواحد وصل خلص كل بيضل بتنفتح له ابواب. بعدين مظبوط. اول باب صعب، ولكن بعدين بيكون يعني دوبل. الشيء اللي انا عم بحكي كثير، اللي اذا لا لا لا، قاطعني باي وقت بليز. انا هسيبك تكملي القصه خالص، بعدين هبقى اسالك شويه اسئله على الحاجات اللي انا خدت نوتس يعني، ف اوكي، مش عايز اقطع الشيء افكار يعني. النقطة سوري النقطة اللي أنا بدي هون كثير أنا حابة أسلط عليها الضوء، وهي إنه أي حدا فينا لما بده يقدم على وظيفة بالجوب ماركت، هي بحد ذاتها خطوة كثير كبيرة وبتتطلب كثير من الوقت، الجهد والتثقيف والتدريب. الموضوع حقيقي كبير ومعقد، أكبر بكتير. ما بعرف إذا في غير يعني هل إحنا، ما بعرف إذا في بعض منا عم بيقلل منا، ولكن خطوة كتير كبيرة، أكبر بكتير وأعظم بكتير من التوظيف في دولنا العربية. مظبوط. هون التوظيف نحن عم نحكي بنورث أمريكا، وهي كندا وأمريكا، أنا ما بعرف عن يوروب كيف، ولكن الموضوع حقيقي من أصعب ما يمكن. قررت خوض التجربة
وبدأت، وكانت يعني كانت تجربة مثمرة حلوة ولكنها صعبة وطويلة. أكيد. ولذلك يعني أنا كثير بتمنى دائما إنه يعني أنا حتى بدي أقترح على حضرتك إذا بتقدر إنك أنت تعمل نوع من الكورس التثقيفي لمساعدة الناس اللي بدها تدخل على مجال على العمل، لأنه حقيقة الواحد بلاقي حاله كأنه موجود بنقطة معينة، من نقطة A لنقطة B خلينا نقول، أور C أور D، كيف بدي نط أنا لهون؟ صح صح حتى أوصل لهون في قدامي كتير خطوات، ومن ضمن الخطوات مثل ما في بعض المسابقات القديمة أو هيك بيضحك على الأفلام على التلفزيون، إنه بيطلع الواحد بمسابقة بيخوض فيها، بينزل بالمي وبيطلع على الجبل وبيوقع ما بعرف وين وبينزل بالوحل، هي تقريبا هيك. ف قدرت اني انا اتعلم خلال هالتجربه كيف اعمل الرزمه تبعي، كيف اعملها بشكل احترافي، كيف اعرف وين بدي اقدم، اعرف كيف استخدم محركات البحث بشكل يناسبني تبع العمل، انا عم بحكي اللي هي انديد ومونستر ولينكدين، كيف قادر اني انا حتى ابديت ماي لينكدين بروفايل بشكل يكون احترافي، صورتي لازم تكون احترافية، الكلام اللي موجود احترافي جدا ودقيق جدا بالستريت تو ذا بوينت، كيف لما انا بدي ادخل على الانترفيو شو احكي شو ما احكي، لغة الجسد أو البادي لانجويج، شو الفويس تون، حركة الإيدين، شو كون معي أنا داخلة، شو أحمل بإيدي، شو ألبس، كيف ابتسامتي، كيف شعري، كيف مكياجي، كيف قعدتي، شو بدي انسأل كتير أسئلة، شو الإجابة بدها تكون، كيف بدي أملك هذا الكونفيدنس، كيف بدي أملك ثقتي بنفسي لأعطي الانطباع الجيد للانترفيور انه انا اللي مناسبه لهذا المجال، لانه بيجوا بيسالوني سؤال من اسخف ما يمكن. ليه عم بتقدمي على هاي الوظيفه؟ طب انتم برايكم ليه؟ يعني قولوا لي ليه، يعني انا حابه اتسلى، يعني ليه جاي بدك تشتغلي مع عنا؟ طيب ليه احنا why should we hire you؟ ليه لازم نوظفك عنا؟ هلا هذا سؤال اسئله ما بيصير انه نحن كثير نقلل من اجاباتها، هاي اسئله مطبات. اسئله فخ، بدنا نعرف كيف نحكي. فتعلمت انا بهي التجربه وقدرت اني انا اوصل لاول وظيفه بكوربريت بكندا بال جي الكترونكس، واو ما شاء الله. وهذا بعتبره كانت يعني نقطة كتير مهمة عندي. اشتغلت أنا بال جي إلكترونيكس ب administration assistant، واشتغلت executive assistant للسي اف او، وهنيك بقى كانت مدام قدرت اني انا ادخل كانت فرصتي اني انا اتعلم. يعني انا صار هون عندي الرغبه انه انا بس ما انه بس اعمل العمل المطلوب مني، بل انا بدي اعمل اكثر، انا بدي اتعلم اكثر، انا بدي اشتغل اكثر، مشان هذا بالمستقبل كله بينحط على الرزمه عندي، يعني انا عملت هيك واشتغلت بهيك. فقدرت اني انا يعني اثبت وجودي ب ال جي الكترونكس، وكان عندي مشوار سيارة طويل كل يوم، ولكن أنا بالنسبة لي كان الموضوع بيستاهل، بيستحق إني أنا أطلع الصبح وبسوق مشوار طويل وأطلع على الهاي واي بالعجقة بالرش أور. اتس أوكي، بعرف إنه هي زحمة كتير، بس ولكني مثلي مثل الملايين بهالبلد اللي عم يعملوا نفس الشيء، أنا وحدة منهم وأنا حابة أكون وحدة منهم، أنا بدي أكون جزء من هذا النسيج. ممتاز. بعد فترة من بعد كم سنة تعبت كثير من مشوار الطريق، فهلا
صار عندي خبرة وصرت وعندي اسم جيد على الرزمة يحطه، صرت هلأ بقى عم فكر إني أنا أقرب العمل أقرب إلى بيتي مشان المشوار بيكون أقرب، يعني ما ضل عم سوق لساعات طويلة. فقدرت إني أنا أدخل مجال كونستراكشن، وأنا هلأ بشتغل بشركة كندية اسمها ميبل رايندرز، معروفة كتير بأعمال بكونستراكشن كومباني، معروفة هون بكندا، إلى عدة أفرع ببقية المقاطعات، وبتساهم بإعمار البلد، يعني أي هاي واي واقف. وعلى فكرة في بروجكت كمان بأوتاوا عم نعمله للمركز المفاعل النووي بكندا، في ما بعرف إذا أنت عندك فكرة عنه، في مفاعل نووي بكندا توقف من كم سنة لأنه صار في السكان اللي اشتكوا عليه، فهلأ عم بيحاولوا إنه يعيدوا تظبيط المنطقة. أنا هلأ بشتغل بالكونستراكشن بروجكت ادمنستريتور، فأنا هلأ بشتغل بالمشاريع المقاولات، مع انه ما عندي خلفيه عن هذا العمل، يعني انا ماني دارسه هندسه مدني، ولكن ما بعرف كيف قدرت اني انا اتعلم واثبت حالي. ف شو بدي اقول، هاي هي انا، هاي رحلتي هون وصلت. انا هلا بروجكت ادمنستريتور، وبنفس الوقت انا اكزيكتيف اسيستنت للفي بي والدايركتور عندنا بالديبارتمنت، وانا موظفه بيبدا عملي من 8 بينتهي الساعه 5. بعد الساعه 5 انا الحمد لله بتفرغ لحياتي، بالويكند بتفرغ لحياتي. أنا بشركة محترمة جدا، والشركات اللي بكندا والكوربريتس اللي هي بكندا، الميزة فيها إنه هي شركات بتخاف على سمعتها وعندها فريق اتش ار كبير، فلا حدا بيضايق حدا، ولا في هراسمنت ولا في إزعاج، وبالعكس في حقوق محفوظة. هذا الشيء اللي بيتميز عن المكاتب الصغيرة، اللي بدي أقول إنه هي اللي بيكون القوانين فيها مانا واضحة كتير. هاي أنا رحلتي. يعني الاول طبعا بحييكي جدا، رحله جميله جدا وما شاء الله حضرتك واضح لك مكافحه، ويعني ما بتسيبيش حاجه غير لو في حاجه في دماغك عايز تعمليها بتعمليها، ودي صفات جميله جدا مش اي حد بيملكها. يعني صفه ان انت تبقي مصره على النجاح ده، دي حاجه واضحه في كلام حضرتك وواضحه في الرحله كلها ما شاء الله. انا عايز ارجع شويه كده يعني في الرحله للبدايات وموضوع الاكاونتنج، يعني لو تحكي لنا شويه ايه الصعوبات، وحضرتك يعني الدراسه كانت قد ايه مثلا، وايه ايه المشاكل اللي قابلتك في الفتره الاولانيه دي، مثلا لو حد داخل في مجال المحاسبه بالذات ايه الحاجات اللي ممكن لازم يفكر فيها ويحاول مثلا يتجنبها قبل ما يخش فيها، فلو مثلا تفيدينا بالنقطه دي يبقى ممتاز جدا. الاكاونتينج اذا حدا بده يدرس اكاونتينج بده ياخذ بعين الاعتبار بانه العمل اللي بده يشتغله بس ليتخرج بده يكون تحت تقريبا عمل خاص فيه هو محاسب. يعني اذا هو اذا بده يدرس محاسبة، فشو اللي بده يشتغل؟ بده يشتغل يا اما بمكتب محاسبة او محاسب لنفسه. لحنا اذا بدي احكي انا على الجاليه العربيه، غالبا اللي بده يدرس محاسبه بده يصير هو محاسب هو لحاله، فمعنى هالشيء هو عمله الخاص، بيفتح شركه بديرة من البيت وبيبقى محاسب. ناو المحاسبين العرب بشكل عام، ليس فقط العرب، المحاسبين بالبلد هون منتشرين كتير، مثلهم تقريبا مثل الريل استيت ايجنت اللي هنا في كتير، لانه في ضغط عليهم. نحن عندنا كل سنه عندنا تقديم ملفاتنا المحاسبيه الضرائبيه، وعندنا بنحتاج لمحاسب، واي مكتب او عياده او صيدليه بدها محاسب. فالمحاسب هون، المحاسب عندنا ببلادنا العربيه
بكل مكتب او بكل شركه في محاسبه معه جوا عم بيشتغل معه، مكتب المحاسبه بالدور الثاني بالما بعرف وين. هون الطريقه كثير مختلفه، هون كل حدا ما بيوصفوا محاسبين، لانه المحاسبه هي مور كومبليكيتد، معقده اكثر من المحاسبه او الانظمه والقوانين ببلادنا العربيه. فهون شو بيعملوا؟ انه كل واحد بيلجأ، كل واحد هون بيشتغل وبيلجأ للمحاسب تبعه، بيكون عنده محاسب بيتفاهم معه. هلا شو هي التحديات؟ اول شيء بده يكون الشخص اللي داخل يدرس محاسبه واكاونتينج او بيرول بده يكون يحب هذا المجال، يعني ما يدخله لانه هو ما كتير يعني ما عم بيلاقي شغل تاني، بده يكون بيحبه وبده يكون فهمان السيستم، يعني بده يدرسه ويدرس معه قبل ما يشتغل، بده يدرس معه نظام الدولة وقوانين الدولة مشان ما يودينا في داهية لما يقدم ملفاتنا. أنا صارت معي، قدم محاسبي أعطيته ملفي طلع علي أخطاء معينة. المشكلة إنه السي ار اي لما بتلاحقني ما بتلاحق محاسبي، بتلاحق انا، هو المحاسب اللي قدم الملف مو انا، ولكن السي ار اي بتجي وراي انا وبتقول لي انا الورقه هاي ما مكتوب انك انت هيك وما عملتي هيك وليش. طيب اذا فلذلك هون كثير كثير المحاسب عمل دقيق جدا. لو في مجال اي حدا بده يدرس محاسبه ويتخرج ويشتغل بالمحاسبه، يا ريت بس لو يدرس القوانين بشكل جيد ويتقن هذا الموضوع، لأنه أي أخطاء حقيقة بتأذي عملائه بشكل كبير كتير. وحضرتك بتعرف هون بإمكانك تلعب على الكل إلا مصلحة الضرائب. ايوه طبعا دي ار اي اوعى، ويهرلوش. انت ممكن تدبر حالك بأي محل إلا بالسي ار اي. مظبوط. فالبرنامج الدبلومة مانا طويلة، ولكن إذا أنا الشخص طبعا تبقى سنة. الدبلومة في سنة وفي سنتين، أوكي. ولكن إذا هو بده يمارس المهنة فيما بعد في عنده ترخيص لايسنس بده ياخدها، في امتحان بده يقدمه وفي لايسنس، وبعتقد اللايسنس بده يضل يجددها كل سنة وبيدفع مبلغ لتجديده لللايسنس لازم. واللايسنس لما بده يجددها بيطلبوا منه بعض الكورسات الإضافية والتدريب الإضافي، لازم يعني في ريكويرمنت معينة ليقدر يجدد دائما ترخيصه. تمام. غير هيك بإمكانه إنه هو يشتغل من البيت، وبده يكون متقن شوي للغة الإنجليزي، لأنه في كلمات مصطلحات محاسبية معقدة شوي. إذا ما كان الواحد كتير فهمان ممكن again يغلط أغلاط صغيرة، لأنه لما بيجي الواحد بده يقدم أو فايل يعني الضرائب ممكن يحطوا لك تشيك مارك يعني قدام بعض المصطلحات المحاسبية، تشيك مارك واحدة بتعمل خطأ كارثي. بنفس الوقت أخطاء المحاسبية، المحاسبة ما فيها ممنوع الغلط فيها، فالفاصلة أو الصفر طبعا بيعمل يعني كتير كبيرة. بالنسبة للبيرول كمان نحن هون قدام مهمة صعبة كتير، لأنه البيرول لما الواحد بده يعني في قدامه موظفين بده يدفع لهم رواتب وتكون دقيقة جدا ومحسوبة بدقة، أي تقصير بوقت الدفع أو بساعة أو بظروف معينة كمان هي ممكن يعرض المكتب كله للمشاكل، لأنه ممكن الموظف يشتكي. فأنا بقول إنه إذا المحاسب هو متمكن وبيحب الأرقام وعنده الرغبة وقادر إنه يتعلم يا ريت، ولكن إذا بس بيقدر إنه هو نمبر 1
يجاوب على التليفونات لما العميل بيتصل، يتعامل معنا فورا لما العميل بيطلب شيء، يطلب فورا يرد علينا ويكون سريع ويشتغل عمله بأمان. ممتاز ممتاز، دي طبعا نقاط جميله جدا. وانا بتهيألي موضوع الاكاونتنج ده انا يعني عارف ان هو معقد، ولو فعلا المحاسب ما كانش شاطر ممكن فعلا يعني تحصل كوارث. خير ان شاء الله. طيب خلينا نطلع من قصه المحاسبه، نروح للمرحله اللي بعديها اللي هي كانت الكوربريت بتهيألي، صح؟ انت بعد كده، لا بعد كده درستي الايميجريشن، سوري الايميجريشن. خلينا نتكلم عن الحته دي، والحته دي بالذات بتهيألي ناس كتير قوي عايزه تتعلم او تفهم يعني الايميجريشن اوفيس ده بيبقى عامل ازاي، او التعليم بتاع القصه دي كلها بيبقى عامل ازاي، وازاي مثلا هل الناس ممكن تعمل القصه دي لوحديها ولا لازم يروحوا الايميجريشن اوفيس، ولا حاسه طبعا كيس باي كيس اكيد، بس يعني ان جنرال ايه اللي حضرتك ممكن تنصحي بيه الناس، او الفكره العامه عن الموضوع ده وصعوباته ايه؟ الإيميجريشن مجال كتير حلو ومجال غير مفهوم بالنسبة لجاليتنا العربية. الإيميجريشن هو هون بكندا يعني جزء لا يتجزأ من اقتصاد وسياسة كندا، ففي إلها هيئة ضخمة وإلها قوانين صارمة وشديدة، وهي تابعة نوعا ما بشكل أو بآخر يعني هي ما تابعة لوزارة العدل، إلى وزارة لحالها، ولكن قانونية يعني إلى قوانينها وإلى محاكم وإلى قضاة ومحاميين وقضايا واستئناف وكل شيء. فالموضوع كبير، موضوع كبير مانو صغير. انه انا اللي شائع عند الجاليه العربيه انه عادي انا بقدم لحالي، ما بدي انا حدا يشتغل لي مستشار او الهجره او محامي الهجره. الشاطر هو اللي بده يكون صريح عمليا بالهجره. الواحد بده يعتبر حاله رايح يشتري السمك بالمي، سمك ومية، حلوة دي. اوكي يعني لما الواحد بده يقدم فيزا زيارة لكندا. أوكي، فيزا الزيارة لكندا إلها شروط وإلها شروط صارمة وإلها متطلبات. الحقيقة الموضوع كله بيتوقف بإيد الأوفيسر أو موظف الهجرة، شخص واحد فقط. هذا الشخص الواحد إذا أي شيء ما عجبه بالملف أو شعر بأنه في أي شيء ما مريحه بالملف بيرفضه، وسبب الرفض هو ببساطة شديدة جملة واحدة فقط: I'm not convinced، أنا غير مقتنع بأنه فلان رح يخلص، رح يجي يعمل الزيارة ويطلع. كندا بهمها اللي بده يجي على هالبلد بفيزة الزيارة، بيجي وبيطلع، ما بدها حدا يجي ويقعد ويتحايل، وما بدها. بس في قانون جديد لسه طالع الموضوع الزيارة ده، ان هم ممكن يحولوها لعمل. حضرتك سمعت عن مزبوط. أنا هلأ حاليا غير مطلع على القوانين الجديدة، ولكن الفكرة عند كندا إنه ما تجي لعندي لهون بفيزة زيارة، وأول ما بتوصل لهون تقدم لجوء. ادخل وامشي بالقوانين، بتحب تجي تعمل فيزا زيارة، بتنتهي مدة الزيارة. بإمكانه هون بقى على حسب شو الظروف المتاحة، حسب شو القوانين المتاحة، ولكن إذا القوانين العادية جاية فيزا زيارة خلص الوقت بتمشي بترجع تطلع. هلأ الأوفيسر أي شيء ما بيريحه بيقول هاي الجملة: أنا غير مقتنع. المشكلة هون إنه هو إذا راح على إذا قدم هذا الشخص، إذا أنا قدمت فيزا زيارة وقدمتها عن طريق لحالي أو عن طريق محامي، إذا أنا قدمتها لحالي وبدفع رسوم ورفضت الفيزا، بإمكاني أرجع أقدم مرة ثانية عادي، ما بتأثر. إذا قدمتها عن طريق محامي بدي أدفع رسوم وأتعاب المحامي، إذا رفضت الفيزا راحت علي المصاري.
مو لأنه هو نصاب ولا حرامي ولا لأنه هو ما عرف كيف يقدم. ببساطة في كله ممكن ما عرف يقدم مزبوط، ممكن الورق تبعه ما كامل ما ظابط، ممكن الأوفيسر معصب وطالع من بيته معصب وهو أنا برافض الفكرة، نعم لأنه ما في الأوفيسر لما بيقول كلمته ما في له حدا تاني يرجع يراجع من وراه. كان من زمان على كل ملف في تو اوفيسرز، هلا اوفيسر واحد خلص لانه في ضغط. فلذلك موضوع الهجرة موضوع حساس. في المكتب الهجرة بده يكون عنده يتمتع بانه بده يكون صادق، بده يحكي الحقيقة وبده يحكي وجهة نظر الاوفيسر. يعني لو حدا راح، لو انا رحت على محامي او مكتب هجرة وقلت له انا بدي اقدم يا فيزا مبدأ صغير، بس مجال الهجرة عالم بحر يعني. اذا انا قلت له للمكتب انا بدي تقدم لي فيزا، فرح يسألني كم سؤال، ممكن كتير يقول لي ما في مشكلة بزبط لك ياها، يمكن ما أنا كتير ظابط ورقك بس بشوف كيف بنشوف كيف بنقدر نظبطها. وممكن كتير يقول لي الأوفيسر رح يرفض الملف، أنا كزبونة لو قال لي هذا الكلام رح أتضايق، ولكن هذا الواقع. الأفضل إنه نحن يعني من خلال دراستي أنا بالإميجريشن تعلمت إنه أنا أحكي بلغة الأوفيسر، تعلمت الاوفيسر حساس جدا جدا لدرجه لا يمكن وصفها بالملف. طبعا يعني الاوفيسر مثلا ما بيحب الاوراق المدبسه، بتزعجه اوكي عن جد، بتزعجه لانه له طريقه معينه بيحطها بملفه، بيحب الظرف يكون الانفلوب يكون بشكل معين، الورق يكون بشكل معين، الخط طبعا على الفونت على لا بعتقد صار التقديم اغلبه اونلاين بالذات بعد موضوع الكوفيد. انا لانه توقفت عن المجال قبل الكوفيد فبعتقد على الكوفيد هلا صار كله اونلاين، وهلا حتى لاحظت انه اونلاين اذا في جابس بيعطيك خبر بيقول لك في جابس، ما تترك جابس. من زمان كان التقديم على البي دي اف على الورق، التقديم الملفات الورقية، فكان ممكن الواحد يغلط وما يعرف ما ينتبه. تمام مجال الهجرة مجال كتير حلو إذا كان الإنسان، إذا كان في حدا هون بده يقدم فيزا أو تصريح عمل، اوكي بامكانه يقدم. اذا بده يقدم على الاكسبرس انتري كمان بتصور مانو يعني بامكانه يقدم لحاله، ولكن في بعض القضايا المعقده والصعبه اللي انا بشعر انه من الافضل انه الواحد يلجأ فيها للمحامي المختص. ولكن نصيحه قبل ما يلجأوا الناس لمين، عرفوا لمين. يعني احيانا الواحد بيروح بيدفع فلوس زيادة ولكن مقابل عمل احترافي أكثر. طيب حلو. يعني أنا يعني كنت عايز برضو أفهم من حضرتك المجال الهجرة ده، هل مجال يعني دراسته مثلا ومجاله متوفر للناس؟ يعني لو أنا مثلا حبيت أنصح واحد أقول له والله لو أنت عايز تغير كارير مثلا روح اشتغل في مجال الهجرة ده، ممكن تدرس شوية وبعدين تبدأ تشتغل على طول مطلوب، لأن في ناس كتير قوي بتهاجر وفي سوق كبير للموضوع ده، فهل دي حاجة نصيحة مظبوطة ولا مش مظبوطة؟ هلا انا لاحظت شيء ولكنه انا ما بقدر اعمم، يعني انا مجرد ملاحظه مو اكثر، انه بالايام الحاليه هاي انظمه الهجره عم بتكون صعبه شوي على بلادنا العربيه او اهلنا بالبلاد العربيه اللي يقدموا لها، لانه طبعا الهجره غير اللجوء. كندا لما بنحكي على الهجره، كندا عم بتصير كتير بيكي أكتر بمين بدها تجيب على لعندها، بدها ناس تعرف إنجليزي منيح وشهاداتهم عالية وأعمارهم مناسبة، ما بدها حدا، ما بدها عبء صحي، ما بدها حدا مريض، ولا بدها حدا
كبير شوي، تقعد تصرف عليه رعاية صحية، بدها حدا من جيل الشباب شهاداتهم عالية وعندهم خبرة بالعمل، وخبرتهم بالعمل ما هي بإدارة الأعمال، أو يعني بدهم ناس يقدروا يساعدوا ببناء الاقتصاد هون. لذلك عم بتكون هاي الشروط عم تبقى صعبة على البعض من بالدول العربية. مظبوط. يعني اللي عنده عائلة وبالأربعينات من عمره بيجي ليقدم بيقولوا له أنت كبرت. صح، لحد الثلاثينات بيتهيألي، بعد الثلاثين خلاص بيقولوا لك حتى الثلاثينات، اه فقوانين الهجرة عم تبقى صارمة كتير، وعم تكون صعبة على يعني الجنسيات العربية، بينما في جنسيات أخرى عم بتلاقي المواضيع أسهل عليها، وهذا يمكن تابع يمكن لأنظمتها التعليمية أو للغة الإنجليزية اللي بيتعلموها بالمدارس من عمر صغير أو لشيء معين، ولكن عم يقدروا هن إنهم ينجحوا ويجيبوا علامات عالية بالآيلتس، وعم يقدروا إنه هن يكون عندهم خبرات وشهادات. أما نحن ما كتير، نحن بتزبط معنا بطرق أخرى ما هي بس مباشرة إنه نقدم على الهجرة. تمام، فهمت من حضرتك. بفترة من الفترات كانت بعض أحيانا المقاطعات بتقدم إنه هن بدهم بحاجة لممرضين أو ممرضات أو أطباء أو مهن معينة، هاي ممكن. ولكن أثناء عملي بمجال الهجرة كنت عم حاول أبحث لأحد عملائي على مجال إني أنا أدخله على كندا، حتى لو ما يكون على أونتاريو، على أي مقاطعة، لأنه قال لي ما بتفرق معي أي مقاطعة. لك ايوه بحثت له حتى على المقاطعات اللي البعيدة كتير والباردة كتير، حتى هي المقاطعات واللي عدد سكانها قليل ما بترحب حاليا، يعني بتلاقيها بتعطي كتير شروط صعبة للمهاجرين الجدد. اللي هو بيحب، سألتني إنه هل حدا بيحب إنه يقدم هجرة على كندا؟ طبعا اللي بيهم بيحب إنه يقدم هجرة، ولكن من جاليتنا العربية من الأفضل له إنه يقدم عن طريق مكتب، تمام. لأنه يمكن يلاقوا لهم طريقة معينة. طب انا كنت بس عايز اسال حضرتك، الدراسه قد ايه؟ مثلا سنه سنتين و الدراسة في سنة في سنتين الدبلومة، وكل ما بإمكانه كمان إنه الواحد إنه يعني ياخد يتعمق أكثر إذا كان بده يبقى مستشار أو محامي، كل شيء إلى دراسة أكثر. ولكن إلى اللايسنس هي هي الأهم، مثل المحاسب، مثل الطبيب، مثل اي شيء هون بده يتخرج، ولكن انت حتى تقدر انك تشتغل او تمارس المهنه لازم يكون في لايسنس. يعني عمليه اللايسنس عمليه كمان شوي دقيقه وصعبه شوي، ولكن كمان هي بتشبه الاكاونتينج، يعني المستشار الهجره بامكانه يشتغل لحاله، يدير عمله من بيته او من مكتب صغير بإمكانه يشتغل لحاله، ممتاز. إذا يعني وبإمكانه طبعا وبإمكانه إنه يشتغل عند مكتب من مكاتب الهجرة الكبيرة اللي موجودة يعني ما بعرف بأوتاوا كيف، ولكن بتورونتو مثلا في. ممتاز. طيب خلينا يعني نطلع للمرحله بتهيألي بتاعت الكوربريت بقى، ويعني الشيفت ده بتهيألي يعني ما كانش سهل برضو اكيد في الاول، وخد من حضرتك شويه تعلم مثلا او كوتشنج او منتورنج. يعني احكي لنا الشيفت ده تم ازاي، او يعني طبعا يعني انا فاهم ان انت حضرتك قفلتي البيزنس وحبيتي بقى ترجعي لحاجه اسهل عشان الاسترس وتريحي نفسك من القصه دي، بس الشيفت نفسه ازاي وصلتي للمرحله دي، وان انت ما شاء الله تبقي الاكزكتيف اسيستنت للفي بيز وللدايركتورز وكده. ازاي؟ هو اولا انا خلال عملي سواء بالمحاسبه او بالهجره انا اكتسبت خبره، اكتسبت خبره بالتعامل مع الاكزيكتيف
الاكزكتيفز او التعامل مع المدراء، او اكتسبت خبره بالحكي مع الكلاينتس، تعلمت كيف اكتب ايميلاتي، كيف اكتب، كيف كون احترافيه، شو الشيء اللي بقدر اعمله، شو اللي يعني تعلمت هذا الموضوع، هيك تعلمته جزء من التجربه. لما طلعت من مجال العمل الخاص قلت لحالي خلص انا بدي اروح على الكوربريت، فحتى هيك قلت افضل شيء خليني اشوف انديد وجرب حالي. بالبدايه كنت عم ببحث عن عمل بمكاتب هجره، ولكن مكاتب الهجره اللي هي بتوظف، واللي هي المكاتب الكبيره الكوربريت، هي معدوده بالبلد. مكاتب الهجرة الكوربريت اللي بتوظف ناس معدودة، فما بيكون في كتير، الوظائف ما أنا متوفرة بسهولة، ما أنا متوفرة هيك. فلما لقيت إنه الوظائف ما أنا متوفرة، وحاولت ولقيت إنه الوظائف ما توفرت لي، فبدأت ألجأ للريكروترز اللي هي مكاتب الراند ستاند، وهدول المكاتب اللي هي مكاتب توظيف. ولما رحت لمكاتب التوظيف قالوا لي هن انه انت ممكن انك تشتغلي، ما بالضروره انك تشتغلي بمكاتب الهجره، ممكن نلاقي لك وظيفه بادمنستريشن، كونه انت عندك، هل عندك مانع بهالمجال؟ قلت لهم لا. قال طيب خلص خلينا نشوف ممكن نلاقي، لانه لما انا اشتغلت بمكاتب الهجره الادمنستريشن was part of it، فا اوريدي عندي خبره. وهون انا هون فكرت انه فكره اوكي خليني ادور انا على انديد على الادمنستريشن، وبدات بهاي الشكل اني انا غيرت كل الرزمه تبعي، بدل ما كانت موجهه لمكاتب الهجره صارت غيرت الوردينج على انها تكون موجهه للادمنستريشن، والفوكس على خبرتي بالادمنستريشن. تمام. والادمنستريشن يعني بيحكي على الكاستمر سيرفيس، على التعامل حتى على الفاينانشال ريبورتينج، على الانفويسينج، على الاكونتس بيبل، اكونتس ريسيفبل، كلها هي بتكون جزء بالمكاتب الصغيره كلها تابعه، يعني بمظل تحت مظله واحده. فركزت عليها لانه من خلال انا ما عم بكتب الرزمه وجدت انه انا عندي خبره باشياء كثير انا ما بعرف ان انا عندي خبره فيها. فلما كنت انسال بمكاتب التوظيف واجاوب نعم عندي، معناها انا عندي خبره، انا عندي كثير اشياء احكي فيها وليس فقط مجال الهجره. زبطت الرزمه تبعي وصرت قعدت على انديد وعلى كل المواقع التوظيف، ونزلت على تليفوني، وصرت وانا قاعده بدل ما افتح السوشيال ميديا افتح هي المواقع، وكل ما يجي ينزل وظيفه جديده اكبس ابلاي، وكل فتره وفتره ارجع عيد واعمل ابديت للرزمه اجين، وغير الكلمه من هون وشيل الفراغ من هون، وظبط الفونت، اتاكد انه الكلام صحيح. هلا بهالايام هي في عندنا تشات جي بي تي اللي هو بيريحنا من كل وجع القلب، ولكن بهداك الوقت صرت ضليت اقدم، وبعدها صرت اطلب للانترفيو. هلا الانترفيو هي بحد ذاتها يعني تجربه مرهقه للجميع على فكره، مو بس للقادم الجديد، حتى الناس اللي متخرجه من اكبر الجامعات وعندها خبرات كثيره وبتجي على الانترفيو، لانه الوضع انك انت قاعد وقدامك ناس عم يسألوك بشكل جدي وبدك تثبت حالك، هاي بحد ذاتها يعني بتوترنا نحن كبشر. ولما نحن بنفكر حالنا حكينا كتير منيح وقلنا كل شيء منيح، وبعدين بيقولوا لنا ثانك يو نو، هاي فيها ريجكشن، فيها رفض، فهي كتير ممكن هن ما رفضونا، نحن هن رفضونا ما لنا دخل نهائيا بالموضوع، ممكن هم يكونوا بيهدونا بطلوا يعينوا خلاص، يعني مش شرط يكون احنا مشكلة فينا، ممكن هم البوزيشن. بالضبط. هي الرفض بحد ذاتها كثير بتزعلنا،
طبعا لأنه في بعض الوظائف بيصير فيها إعلان توظيف وانترفيوهات، ولكن بتكون محددة مسبقا مين اللي بده يستلم الوظيفة، مظبوط. ولكن نحن مطالبين إنه نعلنها من أجل إثبات شيء للأبر مانجمنت، للمدير، ما بعرف. فبيدخلوا كل الناس بالانترفيوز وهن اوريدي مرفوضين، لانه اللي بده يتوظف محدد مين هو. فهي بحد ذاتها الرفض كثير بيأذينا، طبعا فحتى نقدر انه الرفض ما يأذينا ونرجع نوقف مرة ثانية، كثير بدها جهد نفسي وتعب، طبعا وبدنا يعني وبنطلع من الانترفيو بنقول يا الله يا ريتي قلت الكلمة الفلانية، نسيت أقول الشغلة الفلانية. It happens، نحن بشر. فهي بحد ذات الانترفيو كتير مرحلة صعبة. البرا اتعلمت من خلال تجربتي انه هي البروسس كتير طويلة، هي هيك البروسس مظبوط مثلها مثل التسع شهور حمل هيك. حضرتك فالبروسس عملت هيك كم طويلة انترفيو كتير. مثلا قبل ما تاخدي الجوب الاولانيه بتاعت ال جي؟ عفوا، عملت كم انترفيو مثلا لحد لما وصلتي للجوب عملت بتاعك؟ كتير انترفيوهات كتير كتير. وعلى فكرة قد يتعرض الواحد لشوية عنصرية، نعم، فهذا شيء موجود، موجود صح موجود حقيقي، صح موجود وهذا ليس موجود بس بكندا، ببلادنا العربية موجود. كل العالم، في كل العالم فنعم تعرضت لانترفيوهات سئلت فيها بنص الانترفيو شو الباك جراوند تبعك، لانه عندك اكسنت، شو الاكسنت. سئلت فيها يعني فيني اقدر لاحظ بانه الانترفيور ممكن يبين عليه اذا هو مهتم او لا. وفي بعض الانترفيورز بشر هن مانن لطيفين ومانن دبلوماسيين، وممكن يضايقوا بالكلام وممكن يزعجوا حدا. فإت هابنز يعني. صح. عملت كتير انترفيوهات كتير. وبعدين لقيت الإعلان على لحالي، لقيته إجاني بالإيميل من إنديد أو هي المواقع، وقدمت على ال جي الكترونكس وانعمل لي انترفيو، واول انترفيو وثاني انترفيو، وبعدين توافق علي. لما توافق علي ما صدقت، قال لي لا لا مو معقوله في شيء غلط. ممتاز. طيب انا مبسوط جدا من الرحله كلها، وحاسس ان يعني كلها ما شاء الله دروس جميله جدا جدا. لو حبينا نلخص كده روشتة يعني باهم النقاط اللي انت شايفاها لاي حد جاي جديد لكندا او موجود وبيعاني في كندا، ايه اهم يعني روشتة النجاح في كندا عامله ازاي من عند حضرتك؟ أنا بقول أول شيء، أول نقطة، القادم الجديد قدامه كتير تحديات، ولكن هي التحديات واجهناها جميعنا كلياتنا. ما في حدا اجى على كندا من أي بلد من العالم إلا واجه نفس التحديات، حتى لو من جالية أخرى، ولكن هو كمان هدول الأشخاص تركوا بلدهم وجاليتهم ولغتهم وإجوا لهون، فالتحديات اللي بيواجهوها هن ليسوا الوحيدين. هذا الشيء بيريحهم، انه انتو يور نوت الون، وي وير ذير بيفور، سو دونت وري، يو ويل ميك ات. تمام. نمبر 1، نمبر 2، انا لاحظت انه في بروسس للتاقلم مع الواقع بكندا. لاحظت هيك، وهي مجرد ماي اوبزرفيشن. الشغله تقريبا بتاخذ حوالي 4 سنين. 4 سنين الواحد بعد ال4 سنين يعتبر خلص صار متعود. اول فتره فيها مطبات واب اند داون وكذا، ولكن بعد شوي شوي بلاقي حاله خلص تعودت عادي. نمبر 3، يا ريت القادم الجديد من جاليتنا العربية يسأل حاله، هل هن جايين لهون ليعيشوا هون على طول، ولا جايين لهون لياخذوا الباسبور ويرجعوا على بلد خليجي أو يرجعوا لمكان تاني؟ لأنه هذا السؤال الجواب بغير كتير إذا هن جايين هون مؤقتا
وخلينا ناخذ جواز السفر الكندي ونرجع نعيش حياتنا بالخليج ومريح مرفهين، او نرجع لبلدنا او اي شيء واريح لنا بلا وجع القلب. خلص اننا عايشين حياه مؤقته، بدهم يدبروا حالهم كيف ما كانوا. اما لو جايين لهون ليعيشوا بهي البلد وليعتبروا انه هي البلد بدها تصير بلدهم الجديد، الوطن البديل، الارض الجديده، فمعنى هالشيء بدنا نندمج مع هالبلد وبدنا نكون جزء منها وجزء من نسيجها. بدنا نواجه تحدياتنا بدون خوف، وبدنا ننطلق يفضل انا بقترح على القادمين الجدد ما يتقوقعوا بكوميونيتيز مسكرين على حالهم وما بيشوفوا وما بيحكوا الا اللغة العربية وما بيروحوا الا على السوبر ماركت العربي وما بيزوروا الا العرب. وهذا هي وصفة فاشلة للنجاح بهالبلد. العائلة كلها على فكرة، العائلة كلها والأبناء كمان. فبقترح إنه إذا أنتوا جايين لتعيشوا بهالبلد خذوها إيزي ومشوا بيبي ستيبس وادخلوا بمجالات الأجانب الخواجيات، لأنه البلد هي فيها دايفرسيتي كبيرة ومتقبلة للآخر كتير. فعادي إنه الواحد ما بيعرف، أنا عندي بالعمل شركة كندية، عندي من جميع الجنسيات وعندي من العرب كتير، وأنا كتير ببسط لما بلاقي حدا من العربي عندي بيتعين عنا بالشغل، وكلياتنا عم نحكي إنجليزي وعادي يعني. فهي البلد متقبلة، خلص ادخلوا بمجال معها حتى تصيروا جزء منها، كتير بتصير الحياة أسهل. فيها صعوبات، والصعوبات هي واجهناها كلها و they will make it. أنا طولت عليك بالحديث. لا انا مبسوط جدا، والطاقه الايجابيه اللي عند حضرتك يعني ما شاء الله بجد، ربنا يحميك يعني بجد، الله يسلمك. فيها بوزيتيف انرجي وانسبايرنج، لان احنا كلنا ساعات بيجي لنا لحظات بنبقى يعني احنا عملنا في نفسنا كده ليه، وايه اللي جابنا هنا، وبنتعامل مع الناس دي ومش فاهميننا ولا فاهمينهم، ونبدا نلوم نفسينا كده. بس لا يعني نصايح حضرتك كلها جميله جدا، وبجد الناس ان شاء الله هتستفيد بالفيديو ده. لو في حد عايز يتواصل مع حضرتك بعد كده ويسألك مثلا أسئلة في مجال المحاسبة أو مجال الهجرة أو أي مجال تاني، هل يتواصل مع حضرتك إزاي، ويعني يبقى في كونكشن إزاي؟ في رقم تليفوني إذا بتحب إنك تحط رقم تليفوني، أنا بعطيك رقم تليفوني، ممتاز. ما عندي أي مشكلة. أنا بتمنى إني أنا ساعد اللي بقدر عليه، وأنا بدعم بهذا من هالمكان هذا. بدي أوجه كلام للسيدة العربية اللي بعض منهم عم بيواجهوا الحياة لحالهم as single mom، أو عندها صعوبات وعندها تحديات. أنا موجودة لساعد، أنا لايف كوتش وبقدر ساعد بكل ما يمكن. أنا موجودة لإمباور، لو لأقويها، لأني أنا بدي شجعها على الاستمرار. برافو على حضرتك، يعني بصراحة معظم ضيوفي من السيدات كلهم قصصهم أقوى من الرجالة بكتير بصراحة، يعني مش بس يعني مش بتحيز بس فعلا قصصهم كلها يعني دروس جميلة جدا جدا. وحضرتك كمان النهاردة برضو يعني المواضيع مش سهلة بصراحة، الحياة في كندا طبعا مش سهلة، بس يعني بالتحديات والإصرار بنقدر ننجح كلنا إن شاء الله. إن شاء الله. في النهاية بشكر حضرتك مدام سلام، متشكر جدا جدا على اللقاء الجميل جدا ده، وبإذنك يا رب يعني يبقى ممكن يبقى في لقاءات تانية، ناس لو سألتنا على بعض الأسئلة من الفيديو أكيد هرجع لحضرتك مرة تانية إن شاء الله. شكرا لك، وانا فخوره بحضرتك كثير بالشيء اللي انت عم تعمله، وبتمنى لك النجاح، وبتمنى لك فعلا انك تقدر تساعد وتدعم الناس اللي بتحتاج نصائح، وبدعمك لها ان شاء الله بتقدر ان تلاقي العمل اللي بيناسبها. الله يبارك حضرتك، الله يبارك، الله يسلمك، شكرا لك. شكرا جدا مدام سلام، وهنختم الفيديو هنا.